السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الأولى بمادة الجيولوجي. اليوم وصلنا إلى محاضرة رقم 8 اللي راح تكون، أنا أعتبرها محاضرة مشوقة، محاضرة 8 9 10، لأنه حنتكلم بها عن اليونيفيرس الإلوفيشن أون كومبوزيشن، عن الكون. راح نتكلم هسه عن الكون، لأن إحنا ضروري نعرف الجيولوجيا والدراسة الجيولوجية للأرض، هي بالأصل شلون تكونت، الأصل التكويني اللي نشأت من عنده. فراح نتكلم اليوم. The universe، الكون، is composed، يتألف من innumerable galaxy of star clusters، يتألف من، يعني النظام الكوني يتألف من مجموعة متقاربة أو متفاوتة من الستارس كلاستر، يعني المجرات. هاي المجرات أما مجرات أو ستار كلاسترز اللي هي احنا نسميها النجوم، يعني المجموعات النجمية. The galaxy in which we live، المجرة اللي احنا نعيش بيها اسمها ميلكي واي، درب التبانة. تمام عيني، انا مخليت لكم هاي الاشياء باللون الاحمر، يعني هاي تركزون عليها، يعني النظام الكوني منين يتالف، المجره اللي احنا نعيش بيها، احنا قلنا يتالف من مجموعه من المجرات ان بيرمبل جالكسيز. فهاي الجالكسي ان ويتش وي ليف شو اسمها؟ ذا ميلكي واي، درب التبانه. واتس مين اوف ميلكي واي؟ اتس ا ديسك شارب ريلوفنج جالكستر of as many 1 million stars of varying size and brightness. What's mean of this؟ يعني يقصد بيها هو عبارة عن مجموعة من الأقراص الدوارة، أقراص دوارة هاي تدور، يعني يبلغ عددها إلى 100 مليون أو مليون نجمة متفاوتة، يعني مو كلها نفس الحجم ولكنها متفاوتة بالحجم والشكل. تمام عيني، فهاي تعريف درب التبانة، هذا ضروري ومهم. نجي one of these star، احد هذه، يعني هذه النجوم اللي احنا نتكلم عنها، اللي يعتبر هو المودست، الاقدم بالحجم كحجمها، وهي قريبه من الحافه، اقرب منه الى مركز، الى مركز المجره او مركز التبانه، هي يا ستار الصن، الشمس. نجي what's mean of the solar system، شو اقصد بالنظام الشمسي؟ منين يتألف؟ consist، من يتألف من الـ sun and كم كوكب؟ 9 planet and there جد 31 31 satellites، شنو يعني أقمار صناعية؟ أوكي، هاي ضروري مكونات تنتبه عليها. منين يتألف النظام الشمسي؟ sun وتسعة كواكب وواحد وثلاثين قمر صناعي. تمام عيني، هاي الصورة توضح لك هذا الشيء. نجي بعدين ذا صان، ايش قد تغطي الشمس من هذا المركز يعني الكوني؟ تغطي 99.87% of the entire mass، من الكتلة الكلية للنظام الشمسي. نجي ذا صان كيب ذا بلانت، المركز يعني ستارز مثل ما نقول، او كوكب الشمس يحفظ باقي الكواكب اللي هن 9 كواكب تحت سيطرته، الستريك كنترول، سيطرته الصارمة. التسع كواكب كل احنا نعرفهن، اللي هي الميركوري من عطارد، نيرس يعتبر الأقرب، فينوس الزهرة، إيرث، مارس، جوبيتر، سترانز، أيان، نبتون أنت بلوتو. بلوتو يعتبر هو الفارس. هاي بس أريدك تعرفهن، يعني كشكل ما مطلوبات من عندك كحفظ وكذا، مجرد انها تعرفهم، يعني حتى تعرفهم. The nine plant إلما نقسمهن، هاي مهمة، يتقسمن إلى two group. Number one the inner plant، الكواكب الداخلية اسمها thyristor plant. هاي الكواكب الداخلية هي الكواكب اللي تعتبر lying close to the sun، القريبة من الشمس. إيش تشملي؟ الميركوري، الزحل، فينوس، الزهرة، الأرث and Mars. تمام عيني، احنا بوجه الخصوص راح نتناول ان شاء الله بمحاضرة رقم 10 ان شاء الله، راح نتناول كوكب الارض، بالاخص قشرته، منين يتكون، مكوناته، الليثوسفير، بايوسفير، هيتوسفير، ان شاء الله راح نتكلمه بمحاضرة رقم 10. فهاي شوف، هاي اللي يسمونها انر بلانت، هذول بالترتيب.
نجي الاوتر بلانت يسموها جريت بلانت، الكواكب الكبيره اللي هي جوبيترز، الكواكب اللي بقت البقيه تمام عيني، اللي اخر شيء تنتهي بنبتون اند بلوتو يعتبر الفارس، هاي تعتبر جريتر ان دياميتر، ودائما تكون هي اكبر من الكواكب الاربعه الاولى عدا بلوتو، عدا كوكب بلوتو هذا يكون اصغر. نجي هاي هنا صورة توضح لك يا هي الكواكب الأقرب يا هي الكواكب الأبعد، يعني الانر بلانت والاوتر بلانت. هاي الفاكتور إذا كنت مجرد تطلع عليهم، الحقائق العلمية اللي هي قد تشغل الشمس من النظام المجر النظام الشمسي، يا هي اللي يعتبر أقرب ويا هي اللي يعتبر أبعد، ذا ميركوري ذا بلانت نيرست تو ذا سان وش قد سرعته الضوئية، يا هو الأبعد بلوتو، الأيرث شو يعتبر متوسط السرعة بالنسبة إليه تمام. هاي مجرد حقائق بسيطة أريدك تتعرف عليهن، ما مطلوبات من عندك يعني كمادة علمية تمام، لكن البقية من المحاضرة لا مطلوب. لهنا تكون محاضرتنا محاضرة رقم 8 انتهت، إن شاء الله ألتقيكم بمحاضرة رقم 9. إذا عندك أي سؤال أو استفسار بخصوص هذه المحاضرة تقدر تراسلنا على القناة أو يعني تترك لنا كومنت. إن شاء الله ألتقيكم بالمحاضرة القادمة، دمتم بأمان الله وحفظه.